فأقول لك لم كن تلك بيدي فيحمص الليل سيدين وانت السليم تلاقونا فرحين. ورجعنا لكم وهنكمل قصة البروسيلا وقصة تضخم الطحال سريعا في اتصال سماح. اتمنى ان انا اكون فالحرارة الكبيرة بتاعت البروسيلا، الام شديدة، صداع شديد، الم في كل اماكن الجسم، اهمهم الالام العظمية. البروسيلا بتصيب كل منطقة في الجسم بدءا من، طبعا نادرا ما بتصيب القلب، وفي بروسيلا مزمنة مدى الحياة، وفي صاحبها بيضطر ياخد دواء محدد مدى الحياة لانها بتصيب عضلة القلب. انا مش عايز اخوفكم، لكن انا دايما بقول اقل شيء، وعشان حاجات اللي انا اغسلها لانها بتصيب الغشاء المبطن الداخلي لعضلة القلب، وممكن تؤدي الى خلل في الصمامات، فما ينفعش ان هو ما ياخدش ادوية، حتى بيبقى بياخد قرص مدى الحياة، وده نوادر جدا. احنا ممكن تصيب الجلد، انا بكلمكم على النوادر قبل ما اكلمكم. 90% من الناس بتخف في البروسيلا بعد ما بتاخد المضاد الحيوي لمده محدده، في حاجات بتتاخد لثلاث اسابيع و و و، فنسبه الشفاء عاده بتبقى عاليه جدا. نادرا ما بيحصل البروسيلا المزمنه، نادرا ما بيحصل البروسيلا المزمنه، لكن هي ممكن تديني التهاب صدري، تديني التهاب في البطن، الم، مغص، اسهال، امساك، كل الاعراض اللي ممكن، كل الاعراض اللي بتصيب النزلات الشعبيه او مثلا التهاب الرئوي، ممكن ايضا تصيب المخ. فاذا البروسيلا بتصيب كل هذه الاماكن، بتصيب العظم، تدينا تسوس العظام. هو مرض بيجي اشهر حاجه ليه التلامس مع اللحوم اللي هي مصابه واكل اللحوم المصابه، ده بالنسبه لنا يعني. الناس بقى اللي بتشتغل في الصوف وده شيء اخر. فالبروسيلا هو مرض، لكن كان زمان مخيف، كان زمان من يصاب بالبروسيلا، كان زمان من يصاب بالتيفود كانوا بيودعوه، لان كانت نسبه شفاء تقريبا تكاد تكون معدومه يعني، كانت بتبقى ماساه. لكن النهارده المضادات الحيويه بحاجات محدده، اهمهم الجرامايسين، بيقضي على هذا الميكروب قضاء تاما مبرما، فما فيش اي مشكله. وفكره البروسيلا المزمنه دي ليها مواصفاتها، ارجوكي حتى مهما تعملي التحليل اغفلي هذا الكلام، لان ليها اعراض محدده مش اللي انت بتحكي لنا عليه. والطبيب اللي جاوبك وقال لك انسيها ده نشكره، كلامه كان مظبوط. تضخم الطحال كثير مننا بيروح يعمل موضوعات صوتيه فهذا التضخم طحال عنده، ف احنا عاده ما بنقلقش منه يعني، لو التضخم في سنتي حاجات كده ارقام بسيطه دي ما بيبقاش فيها مشاكل من اي. معانا عبد الله. عليكم السلام، يا اهلا يا عبد الله. اهلا بحضرتك. حضرتك انا بحس حضرتك حضرتك انا بحس بصمود وحموضه مستمره على طول طول الوقت يعني، حتى ما انا عملت اشعه التربانل قبل كده، وعملت اشعه تلفزيونيه، وعملت اللي هو التحليل اللي هو الحلزوني اللي هو ما فيش يعني ما عرفتش برضه في ايه، وحموضه مستمره، وخدت علاجات كتير قوي برضه ما فيش فايده يعني. مش عارف يعني. غيرت نمط الغذاء؟ نعم. غيرت نمط الاكل بتاعك؟ لا والله، نمط الاكل زي ما هو يعني، بس هو يعني بحس ان الحموضه مع اي اكل باكله يعني، اي اكل، معظم الاكل اللي انا باكله الحموضه. بتصحى بالليل على الشرقه؟ في شرقه بالليل اول ما تصحى يعني، انت بتبقى نايم وتصحى بالليل الاكل يرجع وشرقه جامده جدا؟ لا مفيش شرقه حضرتك، مفيش شرقه. مفيش اي حاجه ولا تغير في اي حاجه خالص، هي مجرد الحموضه بهذا الشكل. خلينا نقول على طول. طب انا هجاوبك حالا يا عبد الله والف سلام عليك، لكن ما بتاخدش اي بدل اي مرض مزمن، ما فيش اي مشكله مرضيه ثانيه؟ لا لا مفيش. خالص. السن كام سنه يا عبد الله؟ 32 سنه. لما بنام على ظهرك بيحصل كتمة نفس؟ لا. الوزن قد ايه يا عبد الله؟ الوزن 65 كيلو. وزنك معقول جدا ما شاء الله. خلاص هجاوبك حالا يا عبد الله حالا قبل ما نكمل اي كلام في اللي احنا بنتكلم فيه. حاضر. نرجع تاني لقصه الحموضه والحرقان. حموضه مع اي اكله؟ المعده والمريء في 32 سنه، عايزين ناكد ان مفيش منهم اي مشاكل، وما دام عملنا الباريوم ما كانش فيه اي مشكله، وعملنا موجات صوتيه، وعملنا كل ده، وعملنا منظار، المفروض احنا بنتكلم
مرتبط باكلات محدده، زي ما قلنا ان في اكلات بتزود الحموضه، يبقى في حاجات لابد ان انا اتجنبها. وهنرجع نقولها تاني، لابد ان انا اتجنب اللبن وجميع مشتقاته، اللبن وجميع مشتقاته، النعناع، النعناع، القهوه، 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 التدخين، 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 مسكنات، كل انواع المسكنات هتعمل لنا التهاب، الفيتامينات، الفيتامينات. واقول لكم المسكنات والفيتامينات بتعمل ايه بس، غير انها بتزود الارتجاع، ده ممكن تعمل لنا التهاب في المريء مزمن، او التهابات حاده بتبقى قاتله، وممكن تعمل لنا تقرصات في المريء. نظن ان عندنا الام ذبحه صدريه، يعني صاحب هذه التقلصات او الالام بيبقى الم في الصدر بيسمع في الظهر، وممكن طلع الكتاف ويجري يعمل كل التحاليل بتاعت القلب والاشعاعات ورسم القلب وتحاليل انزيمات القلب، ويجد ان مفيش اي حاجه ويبقى تقلص مريء، هيبتدي ياخد ادويه. فكثير من هذه الادويه مش بس تعمل الارتجاع او تعمل قرحه معده، او ممكن تعمل لنا مثل هذا الكلام. يبقى اللبن وجميع مشتقاته، النعناع، القهوة، التدخين، المسكنات، الفيتامينات، النوم بعد الأكل، النوم بعد الأكل، الامتلاء، الامتلاء، السبع، ما ملأ ابن آدم وعاء شرب من بطنه، وإحنا قوم ما بنشبعش، ما فيش حاجة اسمها الشبع. أي حاجة فيها زيت، سمن، سكر، المقليات، الكشري، إحنا كل أكلنا كشري، طعمية، البطاطس المحمرة، كل المقليات اللي من هذا النوع. المسبكات، المخبوزات، التاتيهات والكرواسان والحاجات اللي احنا بناخدها والبيتزات والفطيره بتاعتنا، كل هذه الانواع من المخبوزات والجاتوهات، كل ده بيزود الحموضه. السمين، الاكل السمين، الشوربه، الناس بتظن ان الشوربه معقوله يا دكتور، الناس بتشرب عصاير، الحاجات كلها اللي هي مليانه مسكرات، المياه الغازيه، كل ده بيزود الحموضة. وكما اتفقنا ان رب العباد لما عمل هذا الكلام، لان الاكل ده زمان كان يعني مش كل الاكل كان بيبقى معقم، وكان اكتر حاجة كان بتؤدي الى جوائح هي الاكل، يعني الانفلونزا والنمط الغذائي ده كان بيؤدي الى جوائح. فالمعدة معمولة لهذا الغرض في جسم الانسان وفي جسم الحيوان، غنية بالحمض للقضاء على هذا الكلام. طب لو في حد عنده الحموضة الدائمة ومش عارف يتصرف، عملنا الباريوم، عملنا ما يطلق عليه القياس الحركية بتاع المريء، قياس حركية المريء وقياس الضغط داخل المريء، يعني احنا يعني طبعا هو ينقص عبد الله هذا الـ يعني الاجراء، يعني ان هو يقيس لنا الحركية ويقيس لنا هذا الموضوع. طبعا احنا ما بنصيبوش في كل الناس، يعني مش دايما. تبين ان كل الحاجات دي عنده سليمه، وتبين انه ما عندناش حفوات في المراره، كل هذا الكلام بعد ما اجازناه وشفناه ما كانش فيه اي مشكله. في اجراءين بيتموا، يا اما وجدنا في فتق في الحجاب الحاجز، او لم نجد او ما وجدناش كل هذا الكلام، فممكن نستخدم المنظار ان احنا ندبس اخر منطقه في المريء، ندبس اخر منطقه في المريء، وده مش كل الاطباء بيقدروا يعملوا هذا الكلام. ده بيبقى عايز طبيب ماهر عارف بيعمل ايه في هذا الكلام. كان في زمان حاجه اسمها الاستراتا بتؤدي الى ضيق في هذه المنطقه، جهاز برضه بيخش من خلال المنظار. ده بطلناه والكلام ده مرفوض، لكن في معارضة حاجات بتتم تدبيس اخر منطقه في المريء وتقضي على هذا العرض، لانها تخلي المريء دايما مقفول في هذا الاتجاه. اذا فشلنا فبنلجا الى جراح، وانا دي اكتر حاجه ما بحبهاش، اللي هو بيعمل تكميم للمعده، بيقفل هذه المنطقه، بيقلل الارتجاع. دي اكتر حاجه احنا ما بنحبهاش، ان صاحبها بيبقى دايما مش عارف يتكرر، ولان الموضوع على المدى البعيد بيرجع تاني. معانا اتصال احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا يا احمد. ازيك يا فندم؟ الله يكرمك ويبارك فيك. استاذن حضرتك بس عندي دكتور، يعني من معظم الاكلات بيجي لها حساسيه بلديه وبيبقى فيه عرش كتير، وعنده الاوراق برضه عارفين نفس ال بتاع التوسع، مش عارف يعني اي اكل يعني مع الحساسيه دي، يعني كان الاول مثلا الموز والفراولة والحوادث، دلوقتي انا لاحظ ان الموضوع زاد يعني شويه. عندها كم سنه يا احمد؟ هي عندها 28 سنه. الكلام ده ما بيجيش غير حساسيه جلديه فقط؟ حساسيه جلديه فقط؟ بيبقى في هرش ولا حمار بس مع اكل محدد؟ لا، الحمار ده موجود بفترات طويله. لا
حبوب صغيره كده مع الهرش، حبوب حمراء صغيره، حبوب صغيره. والحبوب دي دائمه؟ الحبوب دي دائمه؟ لا هي يعني بتبقى بعد ساعات بسيطه بس، يعني هتهدى في نفس اليوم في يومين بتهدى ولا ممكن تستمر معاها شويه؟ لا 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 هي يوم يوم. طيب مع الاكل ده، مع الحساسيه اللي احنا بنقول انها ارتكاريا او ما شابه ذلك، او حساسيه الطعام، احنا عندنا ارتكاريا وعندنا حساسيه الطعام، وعندنا ايضا حساسيه قلب، بيبقى في الم في حوالين السر عندها بتشتكي لك من الم في البطن مزمن؟ لا لا. طيب جالها اي اختناق يعني في يوم من الايام قالت لك انا مخنوقه بعد ما اكلت هذا الاكل؟ لا يا فندم، هو في الم فعلا في السر هذا فعلا. الم حوالين السر وبيجي لها نوع من الاختناق مثلا، كانت اكله محدده بالذات الاكلات البحريه وجي معاها اختناق؟ لا لا يا فندم. طيب الكلام ده ما بيظهرش غير مع الاكل، هي راحت مثلا عملت درسها او عملت اي اجراء او خدت حقنه وحصل هذا الكلام بعد النوع ده، يعني بعد اجراء جراحي او طبي او انها خدت حقنه عند دكتور او انها كانت مخبوطه حصل هذا الكلام لوحده؟ هو حصل بعد الولاده. حصل الكلام ده حصل لها بعد الولاده، يعني في اجراء اثناء الولاده بعد الولاده. تمام تمام اشكرك وتحت امرك يا احمد. احنا طبعا بنخاف، في عندنا مجموعه اشياء، عندنا حاجه اسمها هرش، عندنا حبوب مرتبطة بالأكل، ومعانا حاجات كتير جدا. طبعا احنا عشان بنتكلم في التليفون، فالهرش ده ليه بعض الأشياء بالذات منهم حاجات الكبد، ولو حبوب بتطلع بيضة فقط ملهاش علاقة بالأكل فلابد ان احنا نحلل الفيروسات الكبدية، ودي حاجات بعيدة. لو بنهرش واللون بيغمق اللون ما بيتغير فلابد ان احنا نتاكد ان ما عندناش التلوث المراري الاولي او ما عندناش مرض اسمه اديسون او او او، عندنا حاجات كتير جدا. لكن يا احمد ده مش موضوعنا، ده مش موضوعنا، انا بتكلم في حاجتين، حساسيه اكل وجزء تاني حاجه اسمها انجيو اديما، حاجه اسمها انجيو اديما دي بنحلل تحاليل دقيقة وأرجوك حاول تقدر تتابعني فيها، حاجة اسمها سي 1 استريز وحاجة اسمها سي 4. والأنجيو إديما دي في منها أنواع، في نوع مكتسب وفي نوع إحنا مولودين بيه. الاتنين بيدونا أعراض محددة، في نوع بيجي لوحده وفي نوع مرتبط بنمط غذائي. أنا بس بمشيلك بالتركيز في الحاجات اللي تعنينا، إحنا دايما بناخد الأصعب، لابد إن إحنا نستبعد الأصعب، وبعدين في الآخر حساسية طعام أريكاريا هنروح لطبيب أمراض جلدية هيدينا أدوية حساسية. معانا اتصال. ألو. أيوه السلام عليكم. عليك السلام. الله يكرمك ويبارك فيك. عليك السلام. أهلاً يا كمال. أهلاً. وقف التلفزيون يا جمال، وقف التلفزيون يا كمال. يا اهلا بيك يا مرحبا. عندي معده كده في دماغ كلها بتتعبني وعايز ارجعها حرجها، كشفت اخر حاجه عند الدكتور قال لي المعده هي من مرارة عندك واقع، عملت وظيفه صوتيه نفس السيرابا. فكل ما كل ما كده بعد حتى الكلام ارجع مني حرجان بقى جامد. ايه العتاب؟ عندك كم سنه يا كمال؟ عندي 35 سنة. عملت جراحات قبل كده؟ بتاخد اي دواء لاي مرض مزمن؟ عندنا حساسية صدر، حساسية من اي دواء؟ لا مفيش. ليا فقرة يا دكتور. ليا فقرة كده بتعرض ليا حساسية من الموضوع ده، خدت علاجات كتيرة قوي. ألف سلام عليك، ألف ألف سلام عليك. الله يسلمك. هقول لك تعمل إيه، حاضر، بس أهم حاجة النظام الغذائي في حالتك. ماشي يا دكتور. معانا سماح. يا اهلا يا سماح. انقطع الاتصال، حاولي ترجعي لنا تاني يا سماح. هنبقى فكلمه الهرش وكلمه الالم حوالين السره، فالمرض اللي احنا سميناه انجي ديما، عفوا اعذروني انا مش عارف اديكم الترجمه العربيه السليمه ليه، ولكن هو ده الاسم العلمي. طبعا كان نفسي ان يكون طبنا هو اللي مكتشف هذا الكلام، وكان نفسي. ف معانا سماح وهرجع لكم تاني نكمل الهرش. السلام عليكم. عليكم السلام يا سماح. ازيك يا دكتور؟ الله يكرمك ويبارك فيكي. انا من المنصوره وعندي التهاب مناعي في الكبد. التهاب مناعي، الف سلامه. طب حددوا لي، وانت عارفه ان هم ثلاث انواع،
حددوا لك نوع ولا يعني مجرد قالوا لك التهاب مناعي؟ ما حددوش نوع ولا عندك التهاب مناعي تتكلم. ادوك الكورتيزون وماده الازاثوتين ولا؟ اه الازاثوتين. تمام. اه. الف سلامه. الله يسلمك يا دكتور. والعلاج دوت انا باخده بقالي 8 سنين الكورتيزون والازاثوتين. تمام. وقال لي دوت استمر عليه على طول. وحالتي يعني ايه مستقرة بس حصل لي مضاعفات معاه، جالي السكر وبعدين الضغط وبعدين حصل لي انفتاء، جالي كمان انفتاء بسبب الكورتيزون وعملوا مضاعفات جامدة في العظم عندي. وصلت جرعة الكورتيزون إلى رقم كام؟ الكورتيزون اللي هو هيستوكورتين كنت باخد 8 حبايات، بعد كده وصلهم 6، بعد كده 4، بعد كده دلوقتي 2 أسوبرين و2 كورتيزون. طب كويس ماشي عليهم. بس المضاعفات دول المضاعفات بتاعتهم قليله جدا. الجرعه اللي حضرتك بتاخديها جرعه بتاخديها سماح ما تعملش اي حاجه من المضاعفات اللي احنا بنتكلم عليها. ما وقفتهاش خالص. اه ما هو الكلام مظبوط ما فيش فيه مشكله، لكن الجرعات الصغيره دي ما تعملش المضاعفات اللي احنا بنذكرها يعني. بس هو قال لي السكر جالك بسبب جرعه الكورتيزون، والوقت العظم عندي تعبني جدا، والسنان عندي بقت بتتفرفت وتقع لوحدها، وكل ما تعمل سناني او اروح لدكتور سنان وغيره برضه السنان برضه تقع لوحدها. لا ده موضوع تاني ملوش علاقه بهذا الامر للاسف الشديد. يعني الحقيقه ان ملهمش علاقه. الوزن اخباره ايه يا سماح؟ نعم الوزن الكبير وزن التنسيق. لا وزني بينزل يعني، عمال لي باخد الكورتيزون الوزن عندي ينزل جامد. اه ما ده مهم جدا. اه في اي خطوط حمراء على البطن؟ اه ظهر بقى خطوط، كان ما كانش عندي الخطوط دي. حاجه يظهر فطر على اللسان، في فطريات حاجات في اللسان او التهابات اللي كانت مستمره على طول. واللي عندي سيوله في الدم؟ لا السيوله مالهاش دعوه. ما باخد لها امريكاس لان كان في نزيف بينزل من مناخيري. اه لا ده ملوش دعوه، ده مش جزء من هذا الموضوع. طب انت عملتي وظائف كانت كاملة بما فيها الهلال ووظائف الكلى؟ اه وظائف كلى عملتها، وظائف الكلى كويسة، ما وظائف الكلى على طول الانزيمات بتبقى عالية. وعملت الفيروسات الكبدية السي اه عملتها، ما فيش أي فيروسات. طب كويس، والسيتوميجالو فيروس والإبستنبر فيروس، عملت كل الكلام ده. اه تمام. هي المشكلة دلوقتي بس في الالتهاب المناعي، بس المشكلة إن تعبت جدا من الكورتيزون، يعني لدرجة إن جسمي لما نزل. لا الجرعة اللي أنت بتاخديها يا سماح، الجرعة اللي أنت بتاخديها مش ما تعملش أي مشكلة، الكلام ده على مسؤوليتي وده كلام نهائي. الجرعة اللي بتاخديها آمنة وده كويس جدا، ده مديكي أقل جرعة ممكنة في التاريخ، ما تعملش أي حاجة خالص. ما فيش حاجة. ما ترفعش ضغط وما تعملش سكر خالص. بس هو طبعا في آثار جانبية لمادة الأزاثوتين. ولكن ما نقدرش نوقفها لان احنا بنخاف على الكبد بشكل اعظم يعني. فده يعني كلام. هو ده العلاج الوحيد يا دكتور؟ للاسف الشديد اه للاسف الشديد يعني. ما اعرفش عن الكورتيزون او اي دكتور يقول لي في بديل او كده؟ لا ما اعتقدش ان في طبيب هيقدر، هو دايما بنمشي الناس على الاقل 3 سنين على اقل جرعه ممكنه، مش عامله لنا نشاط في الميكروب في خلل في المناعه يعني. يعني ممكن نقلله ونشوف على فترات متباعده، ده وارد يعني، ده احد الاحكام اللي بتحصل في مثل هذه الامور. ولكن لابد ان يكون تحت اشراف طبي وطبيب شاطر عارف امتى بيظبط الجرعات العلاج، لان جزء من الشطاره التشخيص والجزء الاخر ان احنا نكتب العلاج مظبوط في التوقيت المناسب. لكن ما فيش اي علاج تاني غير الكورتيزون يا دكتور. للاسف الشديد هو ما يخوفكيش الجرعه اللي بتاخديها، الجرعه اللي بتاخديها دي مالهاش قيمه، هو المشكله يعني. هي المشكله عندي ان الوزن عندي نزل جدا، وان انا صحيا يعني المجهود عندي عاد بيتعبني، والزرائق اللي في جسمي ده عاد بيزيد جدا، والعظم في ايدي ظهر والعروق، يعني انا سني 39 سنه، بس المشكله منظر ايدي ورجلي بالعروق اللي ظهرت فيها بالنسبه لي. لا ده ملوش دعوه، لكن ده ملوش دعوه، ده بالتخدير يعني لابد ان انت بس يعني تلتزمي بيه. تراجعي الدكتور بتاعك، تراجعي نظام يعني نظام التغذيه جيدا، يعني ما ينفعش طبعا تسيبي نفسك بدون تغذيه، يعني النزول اللي بتنزليه ده ملوش علاقه بالمرض، لازم تراقبي النشاط المناعي داخل الكبد، لازم تتاكدي ان مفيش اشياء اخرى
في اماكن اخرى من الكبد اللي على فكره مش الكورتيزون اللي جاب لك السكر ده، ممكن جزء من المشكله المناعيه اللي هي جايبه لك المشكله في الاول. ما هي المشكله عندي ان انا لما باكل اي اكل يا دكتور بيتعبني وبيخنقني وبيحصل لي عندي ارتجاع في المريء، لازم اي اكل لازم اقدر ارجعه حبه حبه يعني انت لغايه لما اجيبه كله. لا ده كلام مش مظبوط، يبقى لازم ترجعي لدكتورك مره ثانيه او لدكتور شاطر يعني يظبط لك الامور، لان اللي انت بتتكلمي فيه ده سهل ظبطه، انت ماشيه في علاج مظبوط، لكن يظبط الجرعه، يشيل جرعه، يتابع القياس، يشوف بقالك مده قد ايه بالقوانين الطبيه وليس بالراي الشخصي. لابد ان يتعرف التاريخ بشكل جيد، يعني لابد ان انت تتابعي. بس الارتجاع المريء دوت ملوش اي علاج يا دكتور؟ او بالنسبه للاكل انا نفسي اكل لكن ما بعرفش اكل. ما احنا عايزين ارتجاع المريء ليه علاج، يعني احنا اتفقنا في اكلات طبيعيه، في نمط غذائي، يعني نمط غذائي ممنوع، في اكلات طبيعيه بتزود حركيه المريء وتزود انقباض العضله، ده احنا كنا لسه بنقوله وكان جمال برضه بيكلمنا فيه فهنجاوبه كمال. وهقوله لك مره ثانيه. والادويه المعتاده اللي ممكن ناخدها. انا نايمه ومش بعرف اتنفس خالص. انت بتشفقي وانت نايمه. بشرق كتير جدا ودرجه وبرقه صاحيه تجيلي الشرقه دي، بلا قاعده في وسط حد بتخرج منها تجيلي بصوت عالي جدا. مش عارف. في مخاض بينزل من الانف؟ ايه؟ في مخاض بينزل من المناخير؟ لا بيطلع من بقي ساعات بتيجي الشرقه دي مع الاكل وبطلع الاكل معاها. الف سلام عليك يا حاضر. عايزه بس يعني اعرف علاج الشرقه ايه او سببها ايه، لان انا بتخرج منها ما بتطلع بصوت عالي. حاضر هنجاوبك حالا. الشرق للاسف مش هنقدر نقول ان ليها علاج، لكن هو مع وجود الارتجاع بننام بالليل ويحصل لنا هذا الارتجاع، اي نزول مخاط من الانف دول اشهر الحاجات. ف والشرقه ده معناها حاجه دخلت المجرى الهوائي مش مظبوطه، ممكن تيجي نتيجه رائحه كريهه، ممكن تيجي نتيجه مخاط نزل، ممكن نتيجه افرازات، ممكن واحنا نايمين، لان ال 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 العصاره المعويه ارتدت وداخلة على هذا المكان، ده بيصحينا بالليل، ده بيبقى نتيجة فتق في الحجاب الحادث، ضعف في هذه العضلة، خلل في الحركية بتاعة المريء، امتلاء ان انا اكل وانام، لابد ان انا اتجنب الاكل والنوم، لابد ان انا اتجنب الامتلاء، لابد ان انا اتجنب الشبع، لكن في حالتك وانت رفيعة لابد ان احنا ناكل اكل صحي، لابد ان احنا على الاقل، ودي جملة يعني بتدخلينا بقى في قصة التغذية السليمة. على الاقل لابد ان انا اخد في اليوم ما بين البروتين الحيواني دي اقل جرعه، احنا دي اقل جرعه جسمنا بيحتاج اذا كنا رفيعين حوالي 1 جرام، اقل من 1 جرام من البروتين يوميا، اقل من 1 جرام من البروتين يوميا لكل كيلو جرام، يعني اللي وزنه 70 كيلو جرام اقصى جرعه ممكن ياخدها اذا كان قاعد في. معانا شيرين وهنرجع نكمل لكم هذا الكلام. يا اهلا يا شيرين. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ الله يكرمك ويبارك فيك. لو سمحت يا دكتور، انا عندي ضغط، هبوط في الضغط على طول مستمر. تمام انا معاك. نعم؟ اتفضلي. بس انا متوتره شويه. ابدا حلو راحتك خالص. كنت عامله ريليم قبل كده فالضغط بيبقى واطي على طول معايا. الضغط بيبقى ايه؟ واطي هبوط الضغط على طول. هبوط الضغط تمام. وانت قاعده لما تقولي تقفي فيه دوخه؟ نعم. وانت قاعده، لو انت قاعده على كرسي زي اللي انا قاعد عليه كده وقمنا مره واحده بيحصل لنا دوخه؟ لما بنحرك راسنا يمين وشمال في دوخه؟ يعني لما بحس كده بحركه بس في دوخه. طب او بتحسي ان الدنيا بتسود وانت قاعده لما تقومي تقفي؟ لا بحس خانقه يا دكتور، من هنا كل روحي بتطلع على طول. طيب احنا لما بنوطي مثلا في السجود او مع تغيير الحركه بيحصل الدوخه دي؟ يعني بس مش على طول. مش على طول، طب خلاص يبقى انت المشكله فين؟ طب والناس ما بقدرش اخده يعني مش عارفه، هل حصل اي اغماء عندك يعني اغمى عليكي؟ لا. انت حاسه بس ان مفيش مجهود مش كده؟ ارهاق؟ لا يعني حاسه زي ما كل روح بتطلع مني كده ومعرفش، مفيش خالص نفس معايا. بيجيلك زياده، بيجيلك نبضات زياده؟ وشعور بان احنا هنموت دلوقتي. في نوبات متكررة. اه
في اوضاع محدده يعني بدون حتى ما نبقى متضايقين، فجاه بيحصل هذا الكلام نبضات سريعه واحس ان انا حمود. تمام. ورحت كذا دكتور برضه. ده ملوش دعوه بالضغط، دي نوبات هلع اللي انت بتوصفيه، دي حاجه اسمها بانيك اتاكس، دي نوبات هلع 20، ده مش هبوط في الضغط خالص، ده اسمه نوبات هلع. هنحتاج طبيب بتاع يعني سايكولوجي، يعني بتاع اضطراب نفسي، مش هنقول انك مريضه، بس دي جزء من حاجات التوتر. العمر كان سنه 20. احنا؟ مين 30؟ عملتي جراحات قبل كده؟ لا. بتاخدي اي دواء لاي مرض مزمن؟ ضغط سكر؟ لا. حساسيه صدر؟ حساسيه لا. اي دواء؟ عندنا اولاد؟ معايا 3. ما شاء الله، تمام. في نوع من القلق والهلع عليهم؟ تبقي متوتر عليهم، خايف عليهم؟ انقطع الاتصال. معانا اتصال يا ام عبد الله. يا اهلا وسهلا يا ام عبد الله. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بقول لحضرتك معلش انا عندي 3 اسئله يعني. اتفضلي. اول سؤال يخص والدتي، هي عندها حاجه 60 سنه دلوقتي، لمؤاخذه موضوع الحمام عندها ضرار، بيجيلها اسهال بين فتره والثانيه، وخصوصا لو حست بسقعه في بطنها، ولمؤاخذه في الكلمه بتتغوط على نفسها. راحت لفت كتير عند دكتور بطنه، والبطنه يحولها جراحه، والجراحه يحولها اعصاب، ولمؤاخذه عملت منظار على شفافه الشرج عشان تشوف قوه العضله، وإذا كان في مكروبات والحاجات دي، لكن كل دي كل يعني كلها حالات قبلت بالفشل، مفيش حد يعني ايه يقول لها مفيش حاجة. هي بتتبرز على نفسها ولا بتتبول على نفسها ولا ما بتقدرش تمسك نفسها؟ لا، هي مش بتتبرز على نفسها بصفة دائمة، ده هي في اللحظة بتاعت الإسهال ديت غصب عنها بتحس نفسها ان هي سابت على نفسها من غير مقدمات احساس ان هي عايزه. في اي تبول لا ارادي عندها؟ بيحصل تبول بالليل مثلا وهي نايمه؟ تبول؟ لا مش تبول، ما عندهاش تبول. لا. حصل تبرز وهي نايمه؟ لا. تمام. لكن مجرد ان تجيلها الرغبه في دخول الحمام ما تقدرش تسيطر على نفسها. ويمكن قبل ما تحس ان هي عايزه تدخل الحمام بتلاقي نفسها مؤاخذه ورقه اسهال كده. ولسه الموضوع ده متكرر. هي عندها اي مرض؟ عندها ضغط سكر؟ بتاخد اي دواء؟ بتاخد مهدئ؟ عندها ضغط، بتاخد برشام السكر، بتاخد برشام الضغط. عمرها كام سنه؟ يعني 64 65. ربنا يديها الصحه ان شاء الله. بس السؤال الاولاني. السؤال الثاني، شهر رمضان اللي فات وهي عندها تقرحات في الفم. ماما عندها تقرحات في الفم؟ عندها تقرحات في الفم. تمام. لحد النهارده اللي هي بتعاني منها، ومفيش برضه دكتور، ربنا كرم على ايديه الشفاء. بيطلع لها اكياس ميه في الفم، او هي بتبقى كيس او واحده اللي عامله زي التعامير كده. هي بتبقى في الاول على بدايه حبوب وبعدين تفتح، ولا تعويره من الاول؟ لا مش عارف. حبايه تفتح؟ طب طلع لها حبه في اي منطقه في الجلد؟ يعني بيطلع لها حبوب زيها في الجلد؟ لا ما عندهاش اي حاجه ثانيه في الجلد. لا. شعرها بيقع جامد؟ عندها حمار حوالين الوش؟ لا. تمام. هي وتحاول راحت برضه الدكتور فم ودكتور اسنان ودكتور بطن عشان موضوع بقها دوت، بس ما حدش برضه نص ربنا ما اذنش بالشفاء، ولدرجه ان هي يعني غصب عنها عامله اضراب عن الاكل، لان اي حاجه بتلسع في بقها. وزنها قد ايه؟ وزن ماما قد ايه؟ حاليا انا مش عارفه، بس هي خسرت كتير عن الاول. يعني هي تقدري تقولي عليها مليانه ولا رفيعه؟ لا في الوسط. تمام، الف سلام عليها. خلاص، يبقى انت بتساليني على انها مش عارفه تتحكم في التبرز، وتساليني على تصرفات الفم، مش كده؟ ايه هي المشكله بتاعت التبرز دي وعلاجها ايه؟ التبرز لازم تعمل حاجه اسمها قياس حركيه التبرز، في حاجه في اجراء في مركز الاشعه بيتشاف حركيه التبرز ومقدار نزول المستقيم مع حركه التبرز، فده شيء مهم. طب تروح لدكتور تخصص ايه هو اللي يحولها للاشعه دي؟ جراح، تروح لجراحه عامه. ده الجزء الاول، ولازم تعمل منظار قولون، لازم تعمل منظار شرجي كامل. على راسه.
عملت النظار وما شافوش اي حاجه. اه هتروح لجراح يشوف حركيه قياس الحركيه بتاعه الاخراج ده في غايه الاهميه، ولازم تظبط السكر ولازم تظبط الضغط. جزء من الموضوع، وهجاوبك حالا على ال تقرحات الفم. حاضر حالا. في سؤال معلش خصوصا انا اتفضلي. حضرتك كنت في اول حلقه بتتكلم على الالم اللي في الصدر بيسموه الظهر والكتاف، اعرف منين هو ليه علاقه بالقلب ولا بالكونكواب في المريء؟ حاضر. لا هو اهم حاجه لابد من استبعاد القلب، يعني نمره واحد اي حد جاله الم في هذه المنطقه لازم يستبعد. نمره واحد الصدرية، ونمرة اثنين جلطة الرئوية الجلطات اللي في، ولازم نستبعد انشطار الشريان الاورطي، وبعدين نبتدي نتكلم في المريء. لكن المريء هو اكتر حاجة بتدي هذا العرض، يعني دي حاجات نادرة ما بتجيش كل يوم، لكن هو المريء الاكثر شيوعا. ولكن لابد ان انا استبعد الثلاثة الاولانيين، في عندنا بعض الاشياء الاخرى، لكن دول الثلاثة المهمين اللي فيهم. يعني انا لدوات او فكرة قلب طبعا لازم كشف قلب طبيب قلب. بس انا حضرتك تجاوبني على جلسه تقرحات، وهجاوبك حالا على تقرحات الفم. اشهر حاجه بنتكلم عليها تقرحات الفم، فيقول لك ده عنده خلل في البطن، ده عفونه البطن. لا الحقيقه مش هي دي الحقيقه. اذا كان الذكر، طبعا احنا بنتكلم على تقرحات الفم بشكل عام، احنا مش بنعالج حاله، احنا هنا بنتكلم بشكل عام، ولابد ان احنا وهنقول ازاي نصل للتشخيص. في مرض الهيرتس بالذات اللي عندهم مرض السكر وبياخدوا ادويه كتير جدا، او السكر مش منتظم، فممكن يبقى عندهم هيرتس متكرر وبيبقى فيه الم شديد جدا، فلازم ان انا استبعد الهيرتس. هناخد فاصل ونرجع لكم نكمل هذا الكلام. وامانات سيدين وانتو الدليل، تلاقونا فرحون لا نعدنا وامانات صحون وكلامكم الجميل عشان ما ننساش هنتكلم على تقرحات الفم واسبابها. كل الناس بتتكلم ان دي عفونه في البطن، تعفن، تخمر، المعده عيانه، الكلام ده مش حقيقي. في حاجه اسمها تقرحات غير معلومه السبب، بس دي ما ينفعش اقولها من اول يوم، دي ممكن اقولها اخر حاجه عندي في الدنيا. عشان اقول مثل هذا الكلام، في عندنا مجموعه اسباب. الناس اللي بيطلع لها اللي هي مريض ضغط، مريض سكر، بياخد ادويه مثبطه للمناعه، ده ممكن يبقى عنده فطريات اسمها الكانديدا، فالكانديدا ممكن تعمل لنا تقرحات وتدينا الام وصاحبها مش واخد باله، بس دي وصل اكثر شيوعا. لكن ممكن يبقى عنده هيربس وبيبقى فيها الم شديد جدا، وبتبقى بتطلع كل مره في نفس الاماكن بنفس السيكونس على فترات متعدده، وتبقى حبايه وبعدين تفتح وتسيب لنا قرحه كبيره جدا، فلازم ان انا اتاكد ان ما عنديش الهربس. في حاجه اسمها الساتوميجالو فيروس، ممكن الساتوميجالو فيروس يبقى بشكل هذا الكلام يعني، بس بيبقى معاه حيل. كل الحاجات دي احنا بنتكلم عليها مش في ما بلهاش الخطوره. لكن في حاجه اسمها بانفيجاس، ده بيبقى معاه ممكن يبتدي في الفم فقط، او حاجه اسمها بانفيجايد، وبيبقى ده مشكله مناعيه ولازم يتاخد لها ادويه مثبطه المناعه، و في نوع منهم بيبقى مرتبط باورام خبيثه. مش بخوف الناس، بس لازم اهتم بهذا الكلام، احنا بنتكلم بشكل عام. في نوع من هذه التقرحات بيبقى معاها او يعني خلل في اللثه، الناس مريض السكر، مريض حاجات من هذا النوع، فكل ده ممكن يبقى فيه حاجات من هذا القبيل. احنا بنتكلم على بانفيجاس وبانفيجايد، نوعين، وده ما بيعرفهمش الا طبيب امراض الجلديه، وليهم طرق تشخيص والهيربس. احنا بنتكلم على دول. في ناس عندها امراض مناعيه، الناس اللي عنده زئبه حمراء، سقوط في الشعر، حمار، نشاط الزئبه الحمراء ممكن، ومش بس الزئبه الحمراء، كثير من الامراض المناعيه عندها مثل هذا الكلام. في واحد ممكن يجيله الام في العين، ذكر الام في العين، الام في الخصيه، جاله جلطه، قال لك انا جات لي جلطه في رجلي، وهو لا قاعد في طياره ولا قاعد في مواصلات ثلاث ساعات ولا اي حاجه، بيتحرك انسان طبيعي. ومعاه تقرحات في الفم ومشكله في العين، ده مرض اسمه بهجت.
فما فيش حاجه اسمها عندي تقرحات في الفم اسيبها. انا بذهب الاول لطبيب الامراض الباطنيه والجهاز الهضمي ده في غايه الاهميه. الطبيب ده هيبص عليها كويس جدا هيفحصني. فشلنا بنروح لطبيب امراض جلديه، بنروح لطبيب شاطر امراض جلديه وبتاخد عينه عشان اشخص الكلام اللي احنا بنتكلم عليه تقرحات فم. تقرحات الفم مش بدرجه البساطه اللي احنا بنذكرها، هو طبعا لحسن الحظ 90% من المشاكل بسيطه كما ذكرت لكم، بس في حاجات انا ما ذكرتهاش مش عايز اخوفكم احنا في اخر الليل يعني. فبيتاخد منها عينه، لابد ان احنا ناخد عينه مع طبيب امراض جلديه شاطر، عشان كده لابد ان احنا نذهب الى ما نروحش لاي حد. علاج هذه التقرحات في غايه السهوله بامانه يعني ايا كان النوع، في كثير من الادويه بتساعد على هذا الالتهاب، لكن لازم الكلام يبقى اكثر واقعيه ودقه. ام يزيد، يا اهلا يا ام يزيد، اهلا بيكي. ايوه حضرتك، انا كنت عايزه اسال عن ابني عنده سنه وعشر شهور. ربنا يكرمه ويبارك لك فيه ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. هو دايما عنده يعني اوقات كتير بيبقى عنده انتريك وبيعمل الحمام بتاعه على هيئه كور. وعفريت هو ما كانش بيشرب لبن حليب خالص، فابتدى من بعد الفطام على سنه او كمان شهور ياخد لبن حليب، فكنت بديله لبن من هو الجاموس العادي يعني، اوقات بديله لبن مجفف، بس بلاحظ ان بعد ما ياخد لبن الجاموسي هو قادر ياخد كميات كبيره شويه فيبقى البراز بتاعه ابيض. كنت عايزه اسال عن مشكلتين دول، يعني كيف بتقرروا الانتريك وبيبقى هيئه الكور بتاعه بيكون ابيض. حاضر، هجاوبك حالا. حاضر، شكرا لحضرتك. هو اول حاجه في الاطفال احنا قلنا ما بنشجعش اللبن البقري والجاموسي قبل سن سنتين. والبراز ده نتيجه الاكل احنا بناخده، فاحنا بندي لابننا اكل، فالتكور بتاع البراز او نزول بهذا الشكل ده لان احنا ما بناخدش حاجات عاليه ما فيهاش ميه كتير، لكن لما ناخد حاجات عاليه بال يعني بيبقى فيها معانا اتصال. سماح، اهلا يا سماح. اهلا بحضرتك يا دكتور. الله يخليك ويبارك فيك. ربنا يخليك. بقول لك حضرتك كنت عايز اسالك سؤال. انا زوجي بياخد الاورتوفار بقاله مده، وحضرتك كنت شخصته، كان كشف عند حضرتك وشخصته بانوال بايلاري بايلاري سيروزس. تمام، يعني احنا لقينا فيه اتساع في حاجه اسمها الاي ام اي الانتي ميتوكوندريال انتي بوديز والبانا جي تي، وتشخص هذا التشخيص بناء على التحليل. تمام يا دكتور. تمام. فهو بقاله ثلاث سنين بياخد الاوتوفايت والانزيمات مضبوطه، مفيش غير الالكالاين فوسفاتيز اللي بيبقى دايما 128. مفيش مشكله، ده كويس جدا زي الفل. طيب هل الاورتوفايت ليه اضرار ان هو يبقى ناشئ على السكر؟ لا، هو ما عندوش حل تاني. الناس اللي متشخصه برايمري بيليري سيروزس او الناس اللي اتشخصت بهذا الكلام التليف الكبدي المراري الاولي اللي هو المناعي، الدواء الوحيد اللي على ظهر الارض هو ماده الاورسو ديوكسيكوليك اسيد اللي انت ذكرتيه. تمام. وهذا الدواء ليس دواء، ده نفس العصاره المراريه اللي موجوده داخل جسمنا. بس رب الاسباب بالصدفه وجدوا ان الناس اللي بتاخد هذا الدواء ما بيحتلهمش الامور بتاعه تطور المرض، لان المرض ده متطور للاسف شديد، بيتطور في النهايه، بس كل اللي بياخد هذا الدواء بيتاخر تطور هذا المرض، فممكن يعيش عمره كامل بدون ما المرض يتطور الى نهايته. يعني هو ده الدواء الوحيد ما بيمنعش التطور بس بيقلل التطور جدا. فكثير من الناس اللي ابتدت هذا الدواء مبكرا لم ينتهي الموضوع بما لا يحمد عقباه او بالمضاعفات اللي احنا ما بنحبش نشوفها دايما، وربنا يشفي كل مريض. طب يا دكتور، هو ممكن ده يعني العلاج ده يأثر على معدته لان ابتدت معدته بيعمل اسهال؟ ده بيعمل اسهال، يعني ده بيعمل اسهال وشويه انتفاخات بسيطه في البطن، لكن ده الدواء الوحيد اللي بيقلل تطور الحاله. طيب هو يعني في علاقه هو دلوقتي معدته بتتعمل جدا، وكان عمل وزاره قبل كده وقال ان في قرحه في القسم العصبي. قرحة الاثنى عشر ملهاش علاقة بهذا الدواء. قرحة الاثنى عشر أهم سبب ليها البكتيريا الحلزونية، ده بتمثل 97% من الأسباب بتاعت البكتيريا بتاعت القرحة بتاعت الاثنى عشر، و3% أسباب أخرى. لكن الألكالين فوسفاتيز هي 28؟ لا لا لا، مفيش مشكلة. طب دكتور، بعد إذنك حضرتك ممكن تسأل تاني لنا؟ اتفضلي حبيبتي اتفضلي. أنا عارف إن وزني بينزل جدا، يعني في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا نزلت 15 كيلو ومفيش أسباب ظاهرية، يعني أنا حللت سكر، حللت وظائف كبد، مفيش مشكلة عندي. حللت غدة درقية؟ فإيه اللي حضرتك تنصحني فيه يعني؟ حللت غدة درقية؟
حضرتك برضه الجراحات كانت مظبوطه. السن كام سنه يا سماح؟ 34. عملت جراحات قبل كده؟ يعني عملت سيزيريان. بتاخدي اي دواء لاي مرض مزمن؟ لا هو بتقصد يعني احيانا. ما عندناش حساسيه صدر حساسيه من اي دواء؟ لا لا لا. هو نزول عندنا مرض في البطن، الم في البطن، الم في الصدر؟ لا 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 لا. هو ال 15 كيلو نزلوا في مدار 3 سنين. لا 3 سنين ده ما فيهمش اي مشكله خالص. 3 سنين ده انت مرتبطه لكن احنا خوفنا او انا جه في بالي ان هم او انا تهيألي ان انا سمعت ان ال 15 كيلو دول في ظرف اقل من 3 شهور او 6 شهور. لا لا لا. لا 3 سنين ما فيش فيهم اي مشكله خالص، ده شيء عادي جدا. ده انت بتعملي نمط غذائي وبتنزلي في الوزن او مقلله النمط الغذائي عندك. شكرا جدا يا دكتور وربنا يبارك لنا في الكلام. الله يكرمك ويبارك فيكي ويحافظ عليكي وعلى جوزك وان شاء الله يعني تبقى كل الامور كويسه ان شاء الله لكل الناس. الله يكرمك ويبارك فيكي. احنا كنا بنتكلم على تقرحات الفم، فكلمه تقرحات الفم قد تكون بدايه لمشاكل كثيره جدا. في حاجه ثانيه ما كملناهاش في تقرحات الفم، الناس اللي عندهم حساسيه قمح، بس ده بيبقى في سن صغير شويه، ممكن تبان في الخمسينات من العمر، ده نادرا. حساسيات الطعام تعمل تقرحات الفم، احنا اتكلمنا على الحاجات الصعبه، حساسيه القمح. فلابد اننا نتاكد ان ما عندناش لان حساسيه القمح ده حلها الوحيد ان احنا نشيل القمح من اكلنا وكل مشتقاته، لان هي ممكن تؤدي الى خسيه وضمور واسهال مزمن وكركبه في البطن و و و يا مشاكل كتير، بالذات وهي طبعا عاده كثير من الناس بتكتشفها في سن مبكر، نادرا ما بنشوفها في هذا السن. فحساسية الطعام وحساسية القمح أيضا مهمين في الحتة بتاعت تقرحات الفم. في جزء في تقرحات الفم كما ذكرناه للخطأ المناعي أو للمشاكل المناعية، بس في النهاية لابد إن أنا أشخص هذا الكلام بشكل غير متهاون فيه، يعني ما ينفعش نتجاهل هذا الكلام. كان في سؤال اخر اللي هو من لم نكمله، الناس اللي عندهم انجيو اديما او حساسيات الطعام او الهرش. فده يعني الانجيو اديما دي ليها ادويه محدده، واحنا قلنا في منها حاجات مكتسبه وحاجات مش مكتسبه، في منها ناس بتشعر بالاختناق وفي حاجه تيجي بعد الجراحات. فكلمه الانجيو اديما وحساسيه الطعام او الارتكاريا هي ممكن تبقى احنا بنظن انها ارتكاليه ونروح نتشخص انها ارتكاليه وناخد كورتيزون والموضوع يهدى، لكن الخوف منها انها ممكن تجي لنا واحنا في مكان ومحدش عارف، ولو جات لنا بعلامات اختناق فلابد ان انا اتشخص جيدا ان انا استبعد الانجيو اديما او استبعد وما اقولش انها حساسيه وما اقولش انها ارتكاليه، بالذات انها بقت تيجي مع متكرره عند نجوى تقريبا. فده كلام ما فيهوش هزار. شيرين كانت كلمتنا على بتشعر بخفقان و كانت بتظن ان هو هبوط ضغط، ولكن احنا بنتكلم على نوبات الهلع اللي هي البانيك اتاكس، ولابد ان احنا نلجا الى طبيب امراض يعني توتر وامراض عصبيه، لان ده في غايه نفسيه طبعا. ان هي بتروح لطبيب الباطنه بتظن او يقعد يحللها وما يكتشفش، وكثير من الاطباء ما بيكشف عليها، لا 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 ده دقات زياده، لان في اطباء مش دارسين الجزء ده. فانا والله مش عايز حد يزعل، ولكن في على الاقل في اجزاء نفسيه بتحصل ولو عالجناها مش هتتكرر ومش هيبقى فيها منها اي مشكله. واخر حاجه انا عايز اسال، لان احنا كنا وعدنا ايه الاكل اللي بيمنع الاورام وايه الحاجات اللي بتحافظ علينا، انا بس كاتب الحاجات عشان ما انساش. كان في تضخم الطحال، وقلنا في حاجات في تضخم الطحال بتهمنا، كثير من حاجات تضخم الطحال بتعدي بسيطه ما فيش منها اي مشاكل، يعني التلفون ممكن يعمل لنا تضخم في الطحال، نوع من الفيروس اسمه سيتوميجالو فيروس يعمل لنا تضخم في، لكن احنا بنقلق من التضخم الطحال اذا كان كبير جدا واذا كان معاه حيل ليمف نود، اذا كان معاه حيل او اذا كان معاه حراره. معانا عبد المولى، ده اخر اتصال وهقول لكم سريعا كيف نقي انفسنا او الاكل او قصه السرطان سريعا، ونكملها في حلقات قادمه باذن الله. يا عبد المولى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. الله
ازي حضرتك عامل ايه؟ الله يكرمك ويبارك فيك. الله يبارك فيك ويخليك ان شاء الله يا رب. ربنا يكرمك. الله يخليك. انا عايز اسال بس ممكن يعني طفل 8 شهور ياخد عصير النحل عادي ولا مشكله؟ والله فيه شفاء للناس وليس الشفاء، بس يعني احنا ممكن نصطمه باشياء اخرى غير العسل، يعني لو امكن لو اجلنا العسل لفتره يبقى افضل، والله اعلم يعني قد يكون فيه فائده، لكن يعني علميا ما حتى يومنا هذا لا يعني ما اقدرش اديك الاجابه القطعيه، لكن دايما بنأخر الحاجات المسكره جدا والعسل والحاجات دي الى فتره اعلى، والله اعلم. الله يخليك. الله يكرمك ويبارك فيك. طبعا الوقت داهمنا سريعا، وانا كم معانا 4 دقائق، هحاول اوجز سريعا موضوع السرطان ومخاوف الناس من السرطان وكيف نقي انفسنا من السرطان. 5% فقط وقليل بس يبقى 10% من السرطانات ليها علاقه بالجين، ليها علاقه بالجينات، فاذا 90% من السرطانات مرتبطه بنمط حياتنا فقط، ده بايدينا احنا، احنا اللي بنعمله لانفسنا. ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن الكحول، الكحول يمثل 20% من اسباب السرطانات وتلايف الكبد، سبحان الله، والحوادث طبعا الموت في الحوادث الطرق فهو اهم سبب للوفيات بعد امراض القلب. احنا نعلم ان السرطان يمثل ثالث اهم سبب للوفيات بعد امراض القلب، يعني ثاني اهم سبب للوفيات بعد امراض القلب، انا باكدها لكم مره ثانيه. فالكحول سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى نهى عن الكحول، وطبعا ده احنا بنتكلم فيه عن استفاضه التدخين، فيعني مش هندي فيه مش هنديهم هذا الجزء، كلنا نعرف مشاكل التدخين. احنا قلنا 5% ل 10% في قليل من السرطانات مرتبط بالجين. ثاني اهم سبب الكحول ده في العالم الغربي وفي كثير من دول اخرى، والتدخين. السمنه النهارده اتحطت جنبا راسا الى راس مع التدخين. السمنه وليها قصه طويله انها كيف تنتج هرمونات داخل الجسم او متشابهات او حاجات من هذا القبيل بتؤدي الى خلل في الدي ان ايه، فالسرطان هو عباره عن خلل في الدي ان ايه اللي داخل الخليه. هنقول واحد رفيع بس ما بيعملش حركه، فقله الحركه من الحاجات اللي بتزود السرطان، يعني كل حاجه انا بركب مواصلات، انا هنزل حتى بالمواصلات من قدام الشغل، المواصله هتنزلني قدام البيت، قليل الحركه ما بتمشاش. تلوث الجو او البيئي ده ما الناس شد فيه، ده في كل دول العالم، احنا الحمد لله ان احنا في دوله تلوث اقل يعني من كثير من الدول، لان احنا عندنا زراعه، يعني قليل من الناس هم اللي عايشين في تكدسات داخل المدن. دول اهم الاشياء، يبقى السمنه والحركة ولما اتكلمنا على الجين، الجين فقط قليل. طب احنا الاكلات اللي احنا بناكلها اللي بتزود السرطان، كل الاكلات اللي احنا منعناها في ارتجاع المريء هيها نفس الاكلات اللي بتزود لنا السرطان. المقليات اكتر حاجة تزود السرطان، المسبكات، المخبوزات، الحلويات، السمين، الشوربة، كل دي من الحاجات. والاكل اللي هو طريقة الطهي في غاية الاهمية، يعني احنا النهاردة ممكن ناكل لحوم لحم طاير بس لما نشويها على فحم ده بيزود انها تبقى مسرطنه، لكن طريقه تهيئ الاكل في غايه الاهميه. لكن في اكل معروف انه بيقلل السرطان، هختم لكم بس هقول لكم: الثوم، البصل، الشاي والقهوه، الدم الزبيل، القرفه، السمسم، فيتامين د بس من مصادر طبيعيه، الاوميجا من مصادر طبيعيه، المغنيسيوم والفوليك اسيد والكالسيوم، وهقولها لكم، والحبوب الكامله. ونختم ونشوفكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم.